ولمناقشة تداعيات نتائج الانتخابات وصراع الميليشيات على السلطة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الأكار. أهلا بكم دكتور. ماذا بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات في ظل استمرار الصراع بين الميليشيات حول هذه النتائج والحكومة القادمة؟ هذه الانتخابات جرت في ظل عزوف عنها، وكان عدد المشاركين ليس هو ب40% كما ادعوا، وإنما على الأكثر 20% من ذهبوا إلى التصويت. وكانت هناك نتائج، هذه النتائج أوضحت معالم هؤلاء الذين جاءوا مع الاحتلال وحكموا العراق خلال هذه الفترة، وما شابها من تعقيدات وتدمير لواقع الدولة. ولذلك كانت النتائج غير مرغوب فيها، مما أعلنوا أن الانتخابات هي مزورة وليست ديمقراطية، بينما هو المعروف أنه عندما كانوا يخرجون سابقا وفي دورات متعددة أنهم يقولون أن الانتخابات انتخابات ديمقراطية وانتخابات نزيهة، وكأنه لأنه لم يحصلوا على أصوات والشعب العراقي نبلهم من خلال هذه الفترة والتجربة بما صار من خلال فترة 18 عاما هذه السلطة. نعم. وهذا البرلمان الذي هو كان ولا كان دائما مشبع بالناس الذين لا يقومون بخدمات جديدة للمجتمع العراقي وإنما لأمورهم الشخصية والذاتية. نعم، لكن دكتور نلاحظ أنه استباقا للنتائج التي أعلنت اليوم، تحالف الفتح يهدد بالتصعيد اعتراضا على تلك النتائج، وهذا في استباق بطبيعة الحال، والآن موقفه سيكون أكثر وضوحا. برأيك هل هذا ما جعل المفوضية تغير من النتيجة نوعا ما وحتى لو بشكل بسيط؟ طبعا، لأنه واضح من خلال التصريحات التي أقدم عليها عياد علاوي وكذلك الحكيم بأنهم هم يريدون إضافة عدد من المرشحين إلى القوائم الخاسرة، وهذا ليس بالمقبول أبدا. ولذلك استجابت المفوضية وشملت 5 مدن جرى فيها تأكيدا على مقاعد الذين فازوا، بالتأكيد من أجل استبدالهم في، وهذا جرى في أربيل ونينوى وكركوك والبصرة وبغداد. للأسف أنه هذه المفوضية لم تكن مستقلة، وإنما عندما تمارس عليها ضغوط بالتأكيد تستجيب لرغبة هؤلاء. ولذلك يجب أن نفهم جيدا أنه سقطت ورقة التوت من هؤلاء، وبالتأكيد عندما فاز المستقلون وقوة من منتفضي تشرين هذا لا يعجبهم، ولذلك يهدد هادي العامري وغيره بأنه سوف يقوم بعمليات بالتأكيد هي إخلال بالأمن، ولذلك على السلطة أن يوجد. هل هذا ما تتوقعه دكتور محمد، أنه هذه التهديدات يعني ستأخذ شكلا من أشكال العنف، ولا سيما أن هناك تهديدات متبادلة من ميليشيا الصدر أيضا؟ بالتأكيد، لأنه يعني هذا راح يجر البلد إلى ممكن أن يكون حرب أهلية بين طرفي الصراع، وهم من طرف التيار الصدري وتيار الفتح، لأنهم هم يريدون أن يتمسكوا بالسلطة ولا يخرجوا من البرلمان بسبب من ممارساتهم اللا أخلاقية واللا قانونية التي جرت خلال السنوات الماضية.
والخوف من هذا الصراع الدائر والذي سوف يظهر على مستوى ممكن أن يكون فيه سلاح وغيره. نعم. طيب ما مستقبل الحكومة القادمة؟ هل تتوقع أن تشكل بسهولة؟ وما هي التوقعات المتعلقة برئيس الحكومة وبتشكيلة هذه الحكومة؟ أتوقع أن الحكومة حسب الفوز للتيار الصدري يجب أن هم يشكلوا وهم الأغلبية في البرلمان، ولكن هناك صعوبات سوف تكون، هذه الصعوبات سوف تكون عامل معرقل لتشكيل هذه الحكومة، مما يدعو إلى امتداد فترة طويلة لحين إجراء لقاءات متعددة بين قوى هنا وهناك من أجل القبول بهذا المرشح أو ذاك، حتى يتم تشكيل حكومة من التيار الصدري إضافة إلى زج قوى أخرى إرضاء لهم. هذا ما أتوقعه في المستقبل. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي من لندن الدكتور محمد جواد فارس.